المهم الاقي بنتي. عايزه بنتي يا صفية، عايزه بنتي يا صفية. يا حبيبتي كفايه بقى قطعتي قلبي. اتفضلي اتفضلي. شكرا كتر خيركم. اوصلي يا بنات. على فكره فرح سمسم قرب، واحنا كنا وعدينها ان احنا هنرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى؟ حظي وحش. المدام شكلها تعبان. ما تيجي تتفرجي، دول بيرقصوا رقص كيف الرقصات. على فكره احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي، بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مات يلا يا جماعه الافا الدانس. حاولنا ببليز، ده فرح عشان خاطري، عشان خاطري. يلا بقى وريني رقصي. هغير هغير وهطلع وراكوا. حاضر. شو؟ طب تعالي انت. طب سيبوها تغير. طب تعالي انت. يا شكلكوا حكومة خير. أؤمرني. شفتك فين قبل كده؟ معاك الطابت؟ بطاقة إيه اللي أنت بتسأل عنها؟ هو أنت جايبني من على المواسير مثلا؟ اتكلمي عادي لبيت الأحباسك. خفت أنا. أنت قلت الأدب وليلتك صدى معايا النهاردة. في إيه؟ في إيه يا أمين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانة ليه؟ في حد برضه يتخانق مع بتوع السيما؟ مين صاحبة الزفت البنسيون ده؟ أنا يا باشا صاحبة الزفت البنسيون. جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم، وآخر ست أشهر أنا هرجعهم بنفسي، وبلغي الهوانم والمدمظلات اللي عندك إن أنا أفتش وقت ما أحب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزة، يعني الدخلة فيه تبقى بالهداوة. يلا رجالة. بالسلام. قرف شكلك الصبح. الغربال الجديد، اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحي كنتي عشان تروحي مع ليل. عايزه يا ست تروح نقابه الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها.
اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد. معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي ببطنك. ده هي يعكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي. هي البت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو اقرب واحد لخالد، اكيد يعرف كل حاجه عنه. حضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه. انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. دي نمرتي. خليه يكلمني من فضلك. وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لدار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذاخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها. لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري ومتاخدة. ساعتها معرفتش ليه. معلش انا اسفه بابا تعبان. الصندوق ده جوه عندك على المكتب. انا لازم امشي حالا. ابني طمنيني عليه. الشنطة بعدين. مين سيادتك؟ مصطفى درويش معاه مبحث الاس. هو في حاجة؟ افتح الشنطة بعد اذنك. ايوه في حاجة يعني؟ الشنطة يا مدام. اتفضل. ايه الكرتونة دي؟ أدوية. يعني بتاعتك. ايوه بتاعتي. جدول قلب. مش دي اللي بتروح للمستشفى ب 2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب 200 جنيه؟ تجاره ولا تجاره البودره؟ بودره ايه؟ الكرتونه دي المفروض يبقى فيها ادويه ضغط وسكر بوديهم لدار مسنين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسال الدكتوره فاطمه. فاطمه والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني والحرز على الاسم. يلا. اتجار في مواد مخدره وادويه مدعومه. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمه. انا كنت مديره المستشفى. ادويه الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من